طيب صباح الخير يا جماعه، انا عايز بس ايه اتكلم كلمتين كده بسرعه وبعدين اسيب برضو المجال للاستاذ اكمل. انا طبعا بشكركم جدا حضوركم النهارده، وبشكر الاستاذ اكمل قرطان اللي هو رئيس حزب المحافظين على دعوته الكريمه لينا، وانا شاكر ليه جدا هذه الدعوه لسببين هقولهم يعني في مجال الحوار بتاعي. وطبعا مش عايز انسى الاثنين اللي وقفوا معانا وقفة كبيرة جدا لحد ما خدنا حقنا الدستوري. أول واحد فيهم الراجل اللي قاعد على شمالي دوت، ده راجل أنا بحبه جدا ومش قادر ما حبوش، جمال الشويخ المستشار السياسي بتاعنا، شغال معانا بقاله دلوقتي يمكن حوالي 7 سنين. هذا الرجل الشغل اللي عمله أنا لا أنساه. ليه؟ لأن أهداف الاتحاد 3، نمرة 1 ربط المصريين الموجودين في أوروبا بعضهم ببعض، هو مالوش دخل بالحتة دي. نمرة 2 إن إحنا بنبني جسر بين المصريين دول والبلد الأم، وده عماد الشغل كله يعني مركز عليه هو. نمرة 3 الانتجريشن أو الاندماج، يعني اندماج المصريين الموجودين في الخارج. الرجل الثاني اللي أنا يعني لا أنسى فضله إطلاقا إطلاقا سيادة المستشار طارق عشماوي اللي هو قاعد دوت، من غيره والله ما كنا قدرنا ان احنا نكسب هذه القضية. وطبعا انا مش عايز انسى الاستاذة فاطمة، يعني فاطمة سعيد اللي هي جت معايا في المحكمة ووقفت معانا برضو مع سيادة المستشار لحد ما خدنا حقنا الدستوري. قبل اي كلمة انا عايز اقول حاجة، احنا مش فرحانين ان احنا خدنا الدولة الى المحكمة. انا شايف ان هي عيب ان اي جمعية اهلية خيرية موجودة في اي مكان في العالم تاخد الدولة الى المحكمة. دوت انا بعتبره يعني جزء من الـ مش عارف اقول ايه، يعني عيب. المهم ان هو عيب استقواء، قول زي ما تقول. ولكن احنا عملنا هذا الكلام لما ما لقيناش اي شيء تاني ممكن نعمله. احنا بقالنا 10 سنين بنحارب، وبقالنا 10 سنين بنقابل المسؤولين سواء في الحكم في الحكومة البائدة أو الحكومة السابقة حتى الآن، ما خدناش منهم حاجة. وطبعا أنا بتكلم على كل المستويات اللي تخطر على بالكم، من أول أعلى سلطة في الدولة إلى بواب الدولة. قعدنا مع العالم ده كله، ولكن للأسف الشديد ما طلعناش بأي شيء. ده اللي دفعنا وده اللي خلانا إن إحنا نعمل الاجتماع بتاعنا النهائي من حوالي 6 أسابيع، وأنا ندهت جمال إن هو يجي يحضر اجتماع، وخدنا هذا القرار وفوضناه برفع القضية باسمي، لأن القضية لازم تطلع باسم شخص. ولذلك هو فوض لنا سيادة المستشار طارق عشماوي، وسيادة المستشار طارق اتصل بي وكلمني واتفقنا على النظام. ولذلك أنا جيت من 10 أيام علشان أحضر القضية وعلشان أتكلم بشخصي قدام القاضي. وأنا يعني بشكر جدا سيادة القاضي اللي هو عمل القضية دي، لأنه أعطاني الفرصة كاملة بدون مقاطعة إن أنا أشرح له العناء اللي احنا كنا فيه والبهدلة اللي احنا كنا فيها. احنا رفعنا القضية لأن بعد 25 يناير افتكرنا إن في مصر جديدة، وللأسف الشديد اللي أنا شايفه مصر الجديدة هيها مصر القديمة. اللي حصل بعد يوم 25 إن هم قبضوا على 20-30 واحد، لبسوهم ملابس بيضاء جميلة وحطوهم في السجن وانتهت القصة. ولذلك احنا رفعنا القضية ديت لهذا السبب. في موضوع تاني بسرعة هياخد مني 3 دقايق، انا جيت ليه هذا المكان كمان، لان احنا النهاردة بندور على احزاب. احنا بقينا قوة، احنا بقينا زيكم، احنا هندخل الانتخابات زيكم. في 8 مليون في الخارج، الثمانية مليون دول عندهم قوة حوالي من 4.5 لـ5 مليون، قوة صوتية رهيبة. وهذه القوة وأنا أوعدكم إن هي هتغير موازين الانتخابات بالكامل. وأنا يتهيأ لي إن رئيس مصر الجديد اللي هيحدده المصريين في الخارج مش المصريين في الداخل، وأنا عارف ليه. إحنا جينا ليه النهاردة؟ لأن إحنا بندور على أحزاب تقف معانا ونقف معاهم. احنا كنا بنفكر نعمل حزب، ولكن لقينا ان الموضوع ده موضوع يعني سخيف جدا. ازاي ماشيه في الاجراءات حضرتك؟
اه طبعا، لكن لقينا ان مفيش داعي ان احنا نعمل حزب، احنا نقف مع حزب طالما ان هذا الحزب ممكن يقدلنا المطالب بتاعتنا، ومطالبنا قليله جدا. احنا ناس بنشعر بالجلد ان احنا سيبنا، انا واحد من الناس سبت البلد بقالي 41 سنه، انا خرجت من مصر ومصر لم تخرج مني 41 سنه زي اي مصري موجود في الخارج. وانا عايز اقول لكم كلمه وما تزعلوش مني، لان في ناس كتير جدا بيتهمونا بعماله او شبه عماله او قله ولاء. اللي يقول علينا قله ولاء ده قله ادب. ليه؟ لان المصري في الخارج مفيش فرق بينه وبين المصري في الداخل على موضوع هذا الولاء. بس انا عايز اقول لكم حته وما تزعلوش مني، مفيش حد في الخارج سرق مصر، كل اللي سرقوا مصر مصريين من الداخل. ومجموعة كبيرة جدا من المصريين من الداخل لما بيلم لهم شوية دولارات بيبعتوها برا، كل المصريين اللي في الخارج لما بيلموا مليمين بيجيبوها جوه البلد، وأنا واحد منهم. الدخل القومي اللي ماسك الدخل، يعني احنا بندفع لوزارات اسمها ايه، وزارة التعليم ووزارة الصحة و و و و إلى آخره، منين؟ من الدخل القومي اللي جزء كبير جدا منه جاي من برا. احنا أكبر دخل عندنا جاي من السياحة وهو في النازل. أكبر تاني دخل اللي هو المصريين في الخارج وهو في الطالع.